مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي منصة 24 ساعة رياضة في كل مكان، وأهلا بيكم في لايف ولقاء جديد بنكون معاكم فيه متابعين لكل أخبار كرة القدم العالمية وبالأخص أخبار أندياتنا العربية ونجومنا العرب ويمكن قرعة دوري أبطال أفريقيا. القرعة انتهت في القاهرة منذ دقائق وأصفرت عن مواجهات قوية جدا. طبعا الوداد المغربي هيلعب مع سيمبا، ويمكن الوداد حظه كويس جدا انه خد اضعف منافس تقريبا في الصف الثاني، ولكن أصفرت القرعة عن صدام قوي كلاسيكي في كرة القدم الأفريقية والعربية، صدام بيتكرر للعام الثاني على التوالي، صدام بيجمع الشقيقين الاهلي المصري والرجاء المغربي، صدام قوي جدا. فاكرين السيزون اللي فات كان النادي الاهلي برضو وقع في مواجهة الرجاء المغربي، ولكن الوضع مختلف او نفس الوضع تقريبا. الذهاب كان في العاصمة المصرية القاهرة، والعودة كانت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. انتهت اللقاء هنا 2-1 لو يفتكر كل المتابعين لينا، و 2-1 هنا في القاهرة فاز النادي الاهلي، و 1-1 في مباراة كانت من ليالي برضو رمضانية وكانت جميلة جدا في مركب محمد الخامس بين الرجاء البيضاوي المغربي والنادي الاهلي. النادي الاهلي عاد من بعيد في دوري ابطال افريقيا، يمكن انا كنت طلعت في لايف ولقاء مع الاشقاء في كل الوطن العربي وتكلمنا عن احتمالات الصدمات العربية في دوري ابطال افريقيا، وان للأسف انديتنا في طريق بعض، وطبعا اصفرت عن مواجهات قوية جدا، لكن الرجاء حاليا والاهلي حاليا قوتين من القوى العظمى في افريقيا. نهائي مبكر من وجهة نظري في كرة القدم الافريقية، كل القارة هتنتبه للمباراة دي. لو تفتكروا المباريات دايما المغربية او المصرية بتبقى تغلفها الاطار الاخوي، ولكن في نفس الوقت برضو بيكون تنافسي جدا بحكم العلاقات او بحكم اللقاءات العربية. الرجاء بيمني النفس العودة للتوهج الافريقي والفوز باللقب دوري ابطال افريقيا زي ما غريمه الوداد فاز بالنسخة الماضية على حساب النادي الاهلي. يمكن الغريب ان كل عشاق نادي الوداد الرياضي المغربي وايضا عشاق النادي الاهلي كان نفسهم ان يحصل لقاء بين الوداد والاهلي، سبحان الله اللقاء حصل بس بين الرجاء البيضاوي المغربي والنادي الاهلي. يعني احنا عارفين طبعا نادي الرجاء المغربي يعني عبد الاله حفيظي عنده نجوم كتير، عنده عبد الاله مدكور ومروان هدهودي المهدي، يعني عنده مباراه قويه ايضا بعد ساعات في كلاسيكو الكره المغربيه هنبقى متابعينها برده هنا بين الوداد والرجاء، ولكن دوري ابطال افريقيا مواجهات صعبه جدا، مواجهات قويه جدا جمعت الاشقاء وجمعت المتنافسين. اول لقاء هيبقى في حضن ام الدنيا القاهره. انا عارف ان الاشقاء في المغرب الشقيق كانوا، انا طلعت معاهم لايف، كانوا بيتمنوا مواجهه الاهلي، ولكن انا بحذرهم بقى وبحذر كل المتابعين لمنصه 24 ساعه رياضه ان الاهلي وقت ما يعود للتالق المغربي او وقت ما يعود للتالق في افريقيا يبقى المرشح الاول للبطوله. البطوله مش هتخرج باذن الله من المنطقه العربيه، البطوله باذن واحد احد هتكون هي المنافسه. هيفضل العرب محتفظين بيها، احنا عارفين الاربع نسخ الماضيه، ويمكن لو رحنا كمان من اول ما الترجي كان بطل 2019 2020 النادي الاهلي، 2021 النادي الاهلي، و2022 العملاق الوداد المغربي. حاليا احنا في نسخه 2023، الانديه العربيه موجوده، صدام قوي جدا بين الاهلي المتوهج والفائز على الهلال السوداني في القاهره بمباراه حضرها 50,000 متفرج فيما ازيد، وارسل للقاره كلها رسائل تحذيريه. يمكن انا افتكر تصريح بيتسو موسيماني المدير السابق للنادي الاهلي المدير الفني السابق لما قال ان الاهلي لما بيصعد تاني المجموعه بيكون اخطر على اي منافس بصدر المجموعه، محدش يتمنى لقائه يعني. طبعا بحكم ان النادي الاهلي وسلطان الكره الافريقيه، اكثر انديه افريقيا تتويجا بالبطولات، اكثر انديه افريقيا متمرسه. على فكره علاقه النادي الاهلي بنادي الرجاء المغربي علاقه جيده جدا، بتتميز بالاخوه والاخاء، يعني نادي الرجاء يعتبر شقيق قوي جدا للنادي الاهلي. مباراه بتكرر مره اخرى، صدامهم في نفس الدور تقريبا، نفس الدور اللي حصل فيه العام الفائت اللي فاز بيه او حسمه النادي الاهلي بمجموع اللقاءين وتاهل لمباراه النهائيه، وصل قابل بقى الشقيق الاخر ونادي الوداد المغربي وخسر في مباراه النهائي اللي كانت في الدار البيضاء. نادي الوداد مع سيمبا، اعتقد الوداد المغربي بنسبه كبيره في السيمي فاينل. سيمبا فريق في المتناول، فريق
في امكانيات حامل اللقب اكتر منه، امكانيات العملاق المغربي الوداد اتقل بنسبه كبيره، الوداد المغربي حاجز مكانه في السيمي فاينل بين الاهلي والرجاء اللي هيخرج هيكون مرشح اول اللقب بلا جدال. انت بتتكلم عن عملاقين من عمالقه افريقيا، انت بتتكلم عن ناديين بيمتلكوا تاريخ حافل في القاره السمراء. نادي الرجاء ده العالمي، نادي الرجاء نادي انا شخصيا من محبي او من عشاق، بعشق الكره المغربيه كلها، ولكن بحب تيفو جماهير الرجاء وبرده جماهير الوداد عشان احنا هنتابعهم النهارده برده في كلاسيكو العرب، كلاسيكو الكره المغربيه اللي هيتلعب في لقاء قوي جدا في ليله رمضانيه تجمع الرجاء بالوداد. ولكن خلينا في دوري ابطال افريقيا، رايكم ايه؟ يعني برحب بكل المتواجدين معانا في اللايف وهذا البث، برحب بكم، قولوا لنا رايكم، شايفين الرجاء هل المره دي الرجاء هيقدر يقصي النادي الاهلي؟ هل حالة الفريقين، نادي الرجاء بيتواجد في المركز الخامس في الدوري المغربي، النادي الاهلي متصدر للدوري المصري، مر بصعوبات في دوري المجموعات في المجموعة اللي ضمته هو وماميلودي سان داونز والقطن الكاميروني والهلال السوداني، ولكن استطاع ان هو يلم نفسه، فاز على الهلال السوداني بثلاثية في مباراة القاهرة. حاليا النادي الاهلي اصطدم بالرجاء المغربي، لقاء اخوي، لقاء مغلف بالاشقاء والعروبه، ولكن تنافس رياضي على ارض الملعب هيكون قوي جدا بين الاهلي والرجاء. انا عايز اعرف توقعاتكم، رايكم ايه لهذه القمه؟ طبعا اولى اللقاءات هتبقى تقريبا في ايام عيد الفطر المبارك، وكل عام وانتم بخير، هتبقى 21 او 22 ابريل الحالي، تبقى في استاد القاهره الدولي، والعوده هتبقى 27 او 28 ابريل الجاري برضو في الدار البيضاء. العلاقات او المباريات المغربيه المصريه، المباريات العربيه المصريه دائما ما تكون في منتهى القوه. احنا من عندنا هنا من 24 ساعه رياضه بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي بصفته الممثل الوحيد لمصر بعد خروج نادي الزمالك من البطوله، واكيد الاشقاء في المغرب يتمنون صعود الرجاء والوداد، ويتمنوا النهائي او يتمنوا البطوله تكون في المغرب، هي باذن الله بطوله عربيه، ما كانتش في مصر تكون في المغرب، ما كانتش في المغرب تكون في تونس، ما كانتش في تونس تكون في الجزائر، اهم حاجه نكون دوري او يكون دوري ابطال افريقيا هو البطوله بلغه الضاد، او تستمر دوري ابطال افريقيا او يستمر دوري ابطال افريقيا تحت لواء الانديه العربيه. صدام قوي جدا، قرعه قويه قوي، قرعه قويه جدا، قرعه يعني من العيار التقيل. انت بتتكلم عن الرجاء العالمي والاهلي نادي القرن، صدام قوي. يعني انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل والسيناريوهات اللي هتتحضر لنجوم الرجاء ونجوم النادي الاهلي. وسبحان الله الاهلي الان بيلعب مباراه في الدوري المصري، تفوق بهدف مقابل لا شيء على غزل المحله، وبعد اقل من ساعات هيلتقي الغريمان الوداد والرجاء في كلاسيكو الكره المغربيه. واضح كده ان دوري ابطال افريقيا موعود بمواجهات عربيه ساخنه، واضح ان احنا على موعد مع التاريخ والتألق في البطولة الاكبر في قارة افريقيا. يعني قولوا لنا رأيكم، انا بشكر كل متابعي مشاهدي منصة 24 ساعة رياضة في كل مكان، بشكركم، انا محمد حسني، وقولوا لنا رأيكم، شايفين البطولة لمين؟ شايفين الاهلي ولا الرجاء اللي هيحسم الماتش؟ هيحسم القمة المصرية المغربية في دوري ابطال افريقيا؟ قولوا لنا رأيكم، وبشكركم، انا محمد حسني، والى اللقاء في لايفات ولقاءات تانية جديدة دائما وابدا عبر منصة 24 ساعة رياضة، الى اللقاء.